طيب احنا كنا بنتكلم في بداية الحلقة دي عن وليد سليمان. وليد سليمان طبعا مصاب بقاله فترة، لا بيشارك في التدريبات ولا بيشارك اكيد او بالتالي في المباريات اللي تخص النادي الاهلي. لكن النهاردة كمان يمكن النادي الاهلي لما بنتكلم عن النادي بنتكلم عن انه ما بينساش لعبته، اكيد كل لعبته، فما بالك بقى لما يكون هذا اللعيب مصاب. يعني حتى النهاردة في ظل وجودهم مع منتخباتهم يظل النادي الأهلي بيتابع حالتهم بشكل مستمر. لما بنتكلم هنا بنتكلم عن واحد زي علي معلول اللي احنا مفتقدينه جدا. دكتور أحمد أبو عبلة النهاردة طبيب الأهلي قال إن علي تواصل يعني معاه دكتور أحمد بشكل مستمر، وبيتواصل كمان مع الدكتور التونسي اللي هناك الدكتور سهيل الشملي طبيب منتخب تونس علشان يتابع حالته بدقة ويعرف آخر المستجدات وتطور حالة علي العلاجية وبرنامج العلاجي اللي ماشي عليه من قبل كمان ما يسافر لتونس. صحيح. فهنا طبعا يعني الاتصال برضه عشان عارفة كان في بعض الجدل في الموضوع ده، الاتصال من اول ما اصابه علي معلول واحنا عارفين كان في اجنده دوليه في الفتره اللي فاتت، التواصل مع الاثنين الدكاتره على تواصل، برنامج علاجي مكثف لعلي معلول جزء بيستكمله هنا او عمله هنا في مصر، وهذا الجزء بيستكمل في تونس من خلال طبعا طبيب المنتخب التونسي. التواصل متواجد وده شيء طبيعي واللوجيك، يعني دايما اطباء الانديه مع المنتخبات بيكون في علاقه وطيده جدا جدا خاصه في الاجنده الدوليه المباريات الوديه. حاله علي معلول ان شاء الله هيتم تقييمها بشكل كبير وبشكل تام بعد ما يرجع من تونس ان شاء الله. بعدها بقى الجهاز الفني هيحدد بالتنسيق اكيد مع الدكتور احمد ابو عبله موعد دخول التدريبات الجماعيه. يعني في علي معلول بيأدي دلوقتي تدريبات تأهيليه في تونس مع المنتخب التونسي او تحت اشراف الدكتور منتخب تونس، ان شاء الله بيرجع وبيكمل هذا البرنامج التأهيلي، واول ما بيتم ان شاء الله باذن الله تأهيله كاملا بيضعه طبعا تحت قياده مستر موسيماني تحديد امتى علي معلول يشترك. كل يا رب ان شاء الله كلنا بندعي، لان علي معلول زي ما بنتكلم قوه ضاربه في النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وكل لاعبتنا بصراحه عوده برضو وليد سليمان ان شاء الله، عوده كمان يعني محمد محمود، عوده محمود متولي، كل اللعيبه اللي غايبه ديت اكيد ان شاء الله عودتها كمان لصفوف النادي الاهلي هتزيده قوه، وان شاء الله كل التوفيق والشفاء لكل لاعبتنا باذن الله. طيب على ذكر برضو محمد محمود كمان يعني بنواصل لسه يعني الاخبار، اخبار نجومنا تحديدا المصابين. في خبر طبعا للناس النهارده بيقول انه الجهاز الطبي بشان نجمنا محمد محمود النهارده بيتكلم برضو مع عن ان الدكتور احمد ابو عبله قال انه محمد هيرجع خلاص للتدريبات الجماعيه بعد شهر بكتير من دلوقتي. وعارفين حضراتكم انه محمد محمود كان عمل عمليه في الركبه، دي يمكن ابعدته شويه عن التدريبات الجماعيه. هو حاليا بينفذ برنامجه العلاجي اللي ماشي عليه بشكل كويس جدا. محمد محمود يمكن بيعود بعد 3 اسابيع. واخر كمان اخبار نجومنا المصابين برضه يمكن عن ده وفقا للجهاز الطبي انه خلاص هيرجع ويشارك في المباريات اللي جايه مع يعني هيشارك اكيد في التدريبات الجماعيه الاول، وان شاء الله باذن الله، لان كمان محمد محمود من اللعيبه اللي كان حظهم بصراحه وحش، يعني كان متالق جدا جدا بعد انتقاله للنادي الاهلي، جات له اصابه في الركبه، ولكن ان شاء الله خلال 3 اسابيع بيشارك كمان في التدريبات الجماعيه. كمان محمود وحيد، عارفين محمود وحيد كمان يعني طبعا وفقا للجهاز الطبي بيقول ان شاء الله كمان محمود وحيد بعد 3 اسابيع بيقترب تماما من التعافي من الاصابه. حضراتكم عارفين ان هو طبعا جاله يمكن مزق خفيف في العضله الخلفيه، بعدته طبعا عن مشاركه الفريق في المباريات الاخيره. كمان محمود وحيد من اللعيبه المميزه جدا، وكان ادى بشكل اكتر من رائع زي ما عارفين في غياب علي معلول، ويمكن كمان ايمن اشرف كان اتعور، محمود وحيد لعب بشكل اكتر من رائع، لكن طبعا جات له يمكن تمزق خفيف في العضله الخلفيه. باذن الله كمان 3 اسابيع يتواجد في صفوف النادي الاهلي ان شاء الله. طيب خبر بقى على راي برجاوي بحبه قوي، خبر يخص المسحه الطبيه. والنهارده طبعا الفريق كله عمل مسحه طبيه قبل ما ينطلق الميران. يلا بص بقى وبيقطع فجاه على اللقطه دي اللي انا بحبها جدا الحقيقه. النهارده المسحه دي كانت العصر،
التمرين دوت كان على ملعب التتش بعد طبعا الراحة اللي فاتت، أخدوا راحة لمدة 5 أيام تقريبا. النهاردة لعبة الأهلي والجهاز الفني كله بيجري المسحة الطبية دي علشان يتم الاطمئنان عليهم كلهم. عايزة أقف بقى عند خبر يعني يمكن أسعدني أنا شخصيا وأكيد بيسعد كل جماهير النادي الأهلي، خاص برضه زي ما قلنا في البداية عن وليد سليمان. وليد خلاص يمكن بقى جاهز علشان يشارك في المباريات مرة تانية، تعافى من الإصابة بشكل كويس جدا وبشكل كامل، رجع للتدريبات الجماعية زي ما شفناه كده في أول الحلقة. ودكتور برضو أحمد أبو عبلة كان بيطمننا وكان بيقول إنه سليمان أو وليد سليمان جاهز من الناحية الطبية، وعودته للمباريات يعني دلوقتي في إيد مستر موسيماني، وده أكيد بيمثل إضافة كبيرة جدا جدا للأهلي زي ما قلنا، قوة كبيرة مش بس داخل الملعب كمان براه، ويكمل بقى باقي المشوار سواء في المحلي هنا سواء على مستوى أفريقيا.